على العموم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجأ خميس. سلام عليكم. خد ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عزت سندوتش كوبايه شاي هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي 4 ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خلينا نروح الكليه. اطلع لي برشام من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان انا بطني الدادة اللي في ست نورة وبحت، انا عاوزاه ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجة. لا بابوها احنا عاملين حسابنا على كده. كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمة يا فاطمة. اسود ونايل. بابا. مين؟ بابا. ماذا كذب احمد؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم منايل من اوله، يوم منايل من اوله. فاطمة يا هوي، الدهر بسرعة. يا فاطمة ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب. بلاش يا حبيبي، انا عهدي بيه الرجل المعرور. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وبعدين وكهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه خربش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش ودور. عتبلي عتبلي انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيبي يا عتبلي. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه فين؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش اتشبك؟ يا جدع بقول لك جعان اهو، ما لقيناهوش. نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصة بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصة دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يدوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبيل. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافنا على أمك وأبوك يا رب. اشتركوا.
ساندي. اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطة. صاحبك؟ اه كمال صديق جديد. معاكوا في الجامعة؟ هو لحد امبارح كنت في كلية الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكلية اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحدة من هيلة في 60 نيلة زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش امسحيها فيا انا ست ساندي. حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكاية قلبت معاه بكام. الله مش بقول الحقيقة. ده حاجة واحدة ملطخة وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطة القشطة. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. وتشكلي قوي يا اخوانا. السلام عليكم. انا اسف حقك عليا. ما تزعليش انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصه من عيله تقيله يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي اشربي عشان تنسي. يا ده سلامتك يا ست نوره. يا حول الله يا رب. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته. المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور. مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغه كده؟ عندك حق يا ولد الشرده. كان هيضيع حالي في شربة ميه الواد الاستغلالي ده. البنت مهما كان صغيرة برضه لكن أنا هعرف أربيه وأربي أهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بأنواعها المختلفة. تقدر تقول لي يا كمال إيه هي التايبس أوف هرنيا؟ التايبس أوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذة يا دكتور. تعال هنا ألف. إيه اللي بيحصل ده؟ أنت مين؟ وإزاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا أنا شردة. أنا يا معلمي. أوعى ألف. اوعى تهب. لا يا اخويا لا يا اخويا كلم المعلم. اوعى على ايدك. اه يا معلم. انا ايه يا ولد يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ وانا في بيتكم هنا. انا في مركز الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله ثم الجامعه بتاعتك دي؟ انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي بقى. اوعى مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يومين. انما مش غريبه. ايه هي الغريبه؟ انك انت اللي تدوري عليه. ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس. دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق. لا ده في الكلية اهو وصل سبع البرومة. اهلا يا نهار. مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني. اصلك وحشته قوي. واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. جرى ايه يا دنت؟ تعالى واقعد عندنا. زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكايه فيها ايه بقى؟ سايق فيها الشرف من ناحيه ومن ناحيه تانية سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انت كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل المسيله للدموع بالليل؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعتلي جيت على طول. انا بعتلك؟
الاجريه انهار. انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر.